صباح وناكسن دقيستيال والوحا مقلب سعطان الديو اي واشنطن سي عمر او اهيت هوي صوماليهد او تدري الواتن جدا ايا اسنين تي لغود ليه مقالة دا بريستال اي دالك انجريسكا كدي مركي اوتو غيي سيجي دا او لغو مقا عابو آدن داهر وريها الديو اي دا اي لندن ردوان حاج عبدولي ايا دلكان كوري استعيان عبدالله معلم او كسو غن مقالة دا بريستال قرابة دون ايهين مرفومد دا سي عمر ايو اذيجي دي آدن داهر الحمد لله هرتا أمرا دعي قدرت يا دعي قبر ولا شيء يولال كي إنه هي صوبي أو أها ويلي قبر قبو الحمد لله شرب العالمين أنا بصير أرجع أنا دمك وشاقو كل بلا بقف وإزدراج شو حيس فوق قبتين لبي شيء فرق قف وبعد كتر بحذ كل شيء تملها وناش وحاي ما تقول مدي قبر لبي مدي ولا فصاله تو سنتيمتر عمل مدينة عن أو بيدا يدينا عكلاتو مدكتو ايضنا وحير الى 2 سنتر لكن بده حوغا الى 3 سنتر تغسل قاريسو الحمد لله تاسمك مدكتو قد على دي مشارة كانتو اوها البولي قيسي وحكولو او مدي يبا وحكولو قبضا قد عمالها عمرك الهي نكوي بدا نغان عمرك الهي قدرتو عن سنها وكحوما هاي ديلكاس سبري ايمان الله هاي ديكاسي مركو هورا لكن وحان جعال هاي بلينا نكوي ديو ان ملعوقي هاي اما مكور هاي سان الا ايا هادا سببتا و آدم داهر أدلي حاسكي في آسيا عمر والله إلا مش شيء كرة ثوقة وحي رئيس قلدها وحاسة تحدى عين الله قبل كرة إذا ركزنا سيد أهو جمال ولدها هاي ربيل كرة دلاتي عاسيد مبي مريتين وقرة عمل هيدا هالمر أي سقطين السكو قيقيريين آدم مكسو دحتاج نووك اللي قبل ولا شيء سوبرناكو سو إريي أستيقي حاسكي سنتيوه قروق النقدين كذب واحد لحد عن الشيء كرا أفرت نقدر كذبنا قبل ما مركز قدرت على قيمة صور تعال شوف رضا بدل ميدا هاي بوليس عارو لي ماذا تين تيرتي أو بكرة دجال كم تقولون هذا لبعض كبرات بوليس كأيضا ولا هذا الشيء مرح مدة الله نحرسه أو هذا واحد من مجرم عشاني كبر ولا شيء تقالنا وين سكتي أو ليش ما حس بنا نحن بورجينا قلنا كل بعض أو دكتوريس كم مقلين مقيل غير شيء مقلين هو عين فوت من ذاك الصور فيه مرحمدن عمرتي او كيمي ساسو كل مرتين واي هاي واح مركا ان كدح ياي او خلافة او اتكور هاي سان اما اتكلاشي كيسا تيقى بدا مجرتا اما داما اد اهل تهين سيدو كلنا اد يشيك تيين اتا ايدادكي وقوه الرياي اميت كيلا اركي ماي واح خلاف اه او كدح ياي اللبادا الاه اوغا اوغان كر عانا جم اوغي ايه او نبط قبا او قبادا في لبا قبضا وخلوه العيري رايقان ايه ايه غير كدلالي meeka soo tageen dad oo gurigooda galay haayeen hatta gudaha ma sii gelin gabadha ay jikada ku dhaxday irta kooma ka gal gurigooda jikada la kala jikada isku qabsadeen amarka ku dhacay gudaha hatta loo sii gudbiyo haasan awraab ka soo wareegtay tanka oo gabadhii kala tageen ee tanka gabadha u dhimatay meeta salaay jirtay markaa marxuumada allah uu naxariistay aasiya aasiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd waa gartay meeta caruur ay ka tagtay waxay ka tagtay laba caruur ah wiil iyo gabar ويل كتجد جر سجل سنة هذا لاس ما أنت نقدر كم هذا كوريا. إمتى سلايس قبل مركا أما أي وضع نولا يعني أنت هتكوريا. 9 years. سجل سنة ضو. سجل سنة ضو سوري. وح خلاف هذا أو هري أرد حمري وعلى سعتين ميجرا. ها وإس كلاسير أو ضد إس قبل of course لما أقولي كرب إس وإس كده لكن إس كده أو دجال أو كعلي إيه أو كارم كاتو مكسور بحمل جرين. لكن وحياة مبارك جدا فعاد الكلوس عنه غير حير إني إسعار عرأي استقالة ونحن إسرين لكن وحقا عنه مركز الله سلسلسل بحامة أكثر في قلوة تبوك لأيه كما تحدعين وهي هاي مركا أن آذن داهر طبعا حاسكي سود دلي أن الله نحريسه لكن وحد بباطة أما حنون أو أستقى لفتركي سو قبوات كوريسان نياجرة ما داما طبعا دل لقي سعيسا سهلانين أهلاً ربط واحد جرب قولي هو ماسك ديك الرغم أساس نأهين الحمد لشرب العالم اللي عادت 2 years وصير حقا سنة وقع إسكا برد اللي ماتي أو وطن كان وقع ماذا وشقي سنة وليس نتيسي ولقع عشتي دريع بلما 3 years بان لقد عادت وقع وحيانا سنسلها الحمد وقع استرس لا إسكا هاي لكن وحق أولي يا لما يسنين ها حوقع وانتوا أنا قاعد قلت إنها أهلاً أستاذ ومغرسي كورماها ويس بدل هو معن وحق أو مالي على مركز أما وداوي مقابل هاي بيت هنا. ويا هاي أن دتك أن والدين توها أن قيس كان يجا ملحرير تيس دوي هاي درين كورا. درين كورا ما شاء الله عاد وفي أيها نجد الإسلام والدين وها نهاي لبعض قبضوا إلها كل دين سوا لبعض قبضوا سو سلطة سوا لبعض سلطة سوا الحمد لله إيمان كورين قبام الله وسطور جيران وسلطة جيران إلهي قدرته ولا بقى ريوت وإلهي نيوز جلي لا هذا بحبي يكوين
taasi waxa ay ahayd ayaan Cabdullaahi Macallin oo qaraabo la ah hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aasiya Cumar oo seegeeda uu ku dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska. Waxa ay khadka telefoonka ee Bristol ugu warramaysay wariyaheenna London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.